بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. موضوع حلقتنا اليوم أشرح لكم فيه كيفية التفريق بين الذكر وأنثى السمان. إذا كنت غير مشترك في القناة فسارع في الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. كل مبتدئ في تربية السمان يواجه مشكلة في تحديد جنسه. لا أحد يريد أن يرتكب خطأ ويكون في وضع فيه جميع الطيور التي تم شراؤها من الذكور. إن القدرة على التمييز بين أنثى السمان والذكر مهمة للغاية، خاصة إذا كان هدف المربي تحصيل البيض. فمن الضروري أن يكون هناك إناث أكثر من الذكور في القطيع، ومن المستحسن اختيار ذكر لكل 4 إناث لضمان التخصيب الجيد، خاصة إذا كان الغرض بيع البيض للتفقيس. ولحسن الحظ يمكن تمييز جنس السمان بمجموعة من المواصفات على ريشه في سن 21 يوما. لنبدأ بالأبسط، فريش الذكور على الصدر صدئ أو بني محمر دون نقاط أو بقع. أما الإناث فتجد منطقة الصدر ذات لون فاتح مليئة ببقع سوداء مميزة. ومع ذلك فإن الطريقة الأكثر موثوقية لتحديد جنس السمان هي فحص العباءة من الخلف لدى الطيور التي تزيد أعمارهم عن 35 يوما. ففي الذكر البالغ تجد عند فتحة الشرج شيء يشبه التورم، وإذا ضغطت عليها يخرج منها مادة بيضاء كالرغوة. عكس الأنثى لا تجد ذلك التورم ووجود سائل شفاف عند الفتحة. كما أن ذكر السمان يكون أقل وزنا من الأنثى بحوالي 20 جراما. وفي الأخير مرحبا بجميع أسئلتكم واقتراحاتكم من أجل الإجابة عنها والإفادة. أتمنى أن تدعمونا بإعجاب وتعليق واشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد ويستفيد الجميع إن شاء الله. أراكم في فيديوهات لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.